بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق أجمعين. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ أبو بكر خالد إسماعيل عمارة، معلم اللغة العربية ولغة الإشارة والرقة الشرعية بجمهورية مصر العربية، ويشرفنا أن يكون معنا على الأراضي الكينية حتى نستفيد منه ومن علمه، أفاد الله عليه بخالص نعمه وبارك الله فيه وجزاه الله عنا وعنكم كل خير. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ. أهلا بكم ومرحبا. الله يبارك. يعني تناولنا في اللقاءات السابقة الآداب الإسلامية لأبنائنا الأطفال، ودور وواجبات الآباء والأمهات في البيوت. هم يعني الأولاد هم النواة الحقيقية للأسر القادمة، وهم يعني شباب الغد ورجال المستقبل. ونريد أن نوجه أبناءنا خلال هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله، ما هي آداب الصلاة؟ آداب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى وقدر فهدى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، الذي قال ربنا في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. آداب المسلم في الصلاة، أليس كذلك السؤال؟ نعم يا فندم. نعم، الصلاة صلة بين العبد وبين الله، صلة. تخيل لو أنك تتواصل مع إنسان كبير السن، يعني عالي المقام، شريف الهيئة والعمل، كيف تحترمه؟ كيف تستقبله؟ كيف يعني تجلس معه وتحدثه بأدب رفيع؟ ما بالك برب العالمين؟ ولله المثل الأعلى، قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم قال ربنا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأخذوا الزينة من الآداب، لبس أجمل الثياب هذا آداب. لماذا؟ أنت تقابل الملك عز وجل. والآداب يعني اسم جامع، لكن لو قلنا يعني بداية الآداب هي يعني سلامة الصدر. يعني نعم، لبس أجمل الثياب هذا شيء مطلوب وشيء يعني واجب على المسلم، يكون نظيفا مهندما، لكن سلامة الصدر يعني هذه أداب يعني باطنية. هناك أداب ظاهرة وأداب باطنة، أو يعني إيه، مستترة. فلا أصلي وأنا أحمل حقدا أو غلا لأحد. نعم. لا أصلي وأنا أخاصم إنسان، لا أصلي وأنا أبغض إنسان، لا أصلي وأنا عاقي والدي، لا أصلي وأنا أؤذي جاري. هذه أداب. كذلك تنظيف الثياب، كذلك يعني السنة الوضوء وفرائض الوضوء، كل هذه أداب. لكن وطهارة المكان الذي سنصلي فيه. كنت لكم يعني حفظكم الله، الأداب اسم الجامع. فلو أردت أدابا يعني هناك يعني كثير من الآداب، يعني من الممكن أن نقسمها للوالدين والأبناء. كما قال فضيلة الشيخ، آداب معنوية وآداب مادية محسوسة. يعني إذا ما قلنا، إذا جاز التعبير صحيح. تفضل فضيلة الشيخ. فالآداب المعنوية سلامة الصدر، سلامة النية، يعني ما أحمل حقدا ولا غلا لأحد. لا أتجسس على أحد. لا أغتاب أحد. لا أتناول أحد في عرضه. الله أكبر. لا أتكلم في مخلوق. هذه أداب. كيف أصلي وأنا سببت أو شتمت أو أخذت أو يعني ضربت؟ هذا يعني أولى الأداب. والله إن هذا كلام يعني طيب مبارك، ولكن يعني نريد يعني توضيح أكثر. هل هناك أحد منا كما قال فضيلة الشيخ يعني يصلي لله ويقف بين يدي الرحمن وفي قلبه شيء لأحد، أو يغتاب أحد، أو يذكر أحد بسوء؟ هل هذا ليس هذا من أخلاق الإسلام؟ والله إن الصلاة لجامعة، يعني الصلاة جامعة لكل هذه الأمور. نعم، الصلاة طبعا، الصلاة صلة بين العبد، وهي تزكية وتربية ويعني استئناسا بلقاء الملك.
فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في يعني حتى في كلمات يقول أرحنا بها يا بلال. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالفحشاء والمنكر لو كان فعل الرجل قبل الصلاة معنى أنه صلى ينتهي عن الفحشاء والمنكر، وهذه آداب معنوية. أما آداب المادية طبعا يعني كثيرة جدا، كنا طهارة نعم الثياب والبدن من الوضوء وكذا وكذا، وكذلك المكان طهارة المكان، كذلك الزينة، كذلك الطيب والسواك، كذلك يعني عدم إيذاء الآخرين، لا أتناول صفا ثم صفا، لا أجلس حيث خط الرقاب نعم ينتهي بي المجلس. يعني كثيرا نعم ما نرى أبناءنا في المسجد وهم يتحدثون أو أثناء الصلاة نعم يرتفع الصوت، يعني هم في الصلاة نعم يعني يقرؤون الفاتحة نعم والكبار والله يفعلون ذلك نعم أو يهرولون الإمام في الركوع يهرولون نعم حتى يلحقون الركعة نعم أو يعني يتأخرون نعم أو يسبقون أو نعم يساوون الإمام، وهذه منهي عنه يعني صحيح فضيلتك، يعني كل نريد أن توضح هذا الأمر للوالدين والأبناء. أحسنتم كل هذه من الأدب. يعني في يوم من الأيام دخل يعني صحابيا الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يعني صلى اماما والصحابي تاخر لا باس، فالصحابي عنده حرص على اداء الجماعه خلف النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا شرف عظيم طبعا. فالصحابي من حرصه احدث صوتا في المسجد كانه يعني شمر كان يهم نعم ان يلحق بالصلاه نعم، فاحدث صوتا فسمع كل من في المسجد الصوت، فصلى الرجل ولما انتهى من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من أحدث صوتا؟ فصحابي طبعا هم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله قال عليه أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها يعني أنا دون قصد نعم ليس تعمدا، أنا حبا أن أصلي خلفك، حبا أن أدرك الصلاة، حبا أن لا أتأخر، جئت فأحدثت صوتا، هذا المعنى نعم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أستاذ الأدب نبي الرحمة صلى الله عليه نبي الأدب والآداب صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد. لا إله إلا الله، الله أكبر لا إله إلا الله. فمن أحدث صوتا في المسجد، من فعل فعلا مشينا في المسجد لا بأس نعم انتهي نعم ولا تعد. ولكن يعني أحب أن ننوه إلى أبنائي والمشاهدين نعم نرى أنه رغم حرص الصحابي الجليل نعم على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد إدراك الصلاة إلا أنه أحدث شيئا مخالفا نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، يعني هو نيته طيبة نعم ولكن فعل نعم فعلا ينهى عنه نعم الرسول صلى الله نعم عليه وسلم نعم، فلذلك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام نعم عن فعل ذلك مرة نعم ثانية. وهناك أمر طيب حتى في الآداب، يعني هذا أدب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس يعني كنت أريد أن أقصد أنك حتى وإن أردت أن تفعل شيئا صحيحا نعم ها ولكن الوسيلة كانت خاطئة نعم يتوقف الأمر عند الخطأ نعم لا يجوز نعم نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى يعني أدب يعني أدب رفيع عالي وهو النهي عن المنكر بالرحمة نعم الأمر معروف هذا بالرحمة نعم كذلك النهي عن المنكر بالرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له زادك الله حرصا، هذه دعوة نعم الله يعطيك يعني زيادة في الحرص نعم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرفيق صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني هذا أدب عالي من أدبات يعني سبحان من أداب القائد وأداب الصلاة وأداب المسلم ألا ينهى عن المنكر بمنكر لا إله إلا الله كما يعني الأمر بالمعروف يكون بالمعروف كذلك النهي عن المنكر بالمعروف. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. أدب نعم أدب لصحابي وأدب لجميع الأمة صلى الله عليه وسلم صلى الله وما أرسلناك إلا رحمة نعم للعالمين صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة نعم نعم. لذلك المسجد له أداب السكينة والوقار، هذا بيت الملك الله بيت الملك بيت كل تقي حسنت. المسجد بيت من لا بيت له. لذلك أدخل المسجد باليمين،
تخيلوا معي صحابيا جليلا رعى هذه الأدب وهو ولكننا الآن سندخل في حلقة غير هذه الحلقة آداب المسجد. لا بأس. نحن كنا نريد أن يعني لها حلقة كاملة. والله كلام طيب. آداب المسجد لها حلقة كاملة ولا نريد أن نحن في آداب الصلاة يعني حتى نرى هذه الفترة صحيح. كثير من الأخطاء التي كما قلت عليها منذ قليل. وهي مساواة الإمام أو أن يتأخر عن الإمام أو يسبق الإمام فهذا يعني شيء نريد أن نوجه عناية أولادنا إلى صحيح. نعم يعني الإمام ما جعل إلا ليؤتم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الإمام إلا ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا يعني اعتدل الإنسان يعتدل ما يعني دائما يتبع الإمام نرى كثير من الناس أحسنتم أنه يسبق الإمام الإمام لا يسبق أحد ولا يساويه هذا لها عقوبة فلذلك أحترم وهذا من آداب الصلوات الخمسة تعلمنا آداب اتباع القائد الله أكبر أدب عالي سبحان الله ولو كان صغيرا لا أقول هذا أصغر مني ما عنده علم هذا إمام خلاص السمع والطاعة كبر أكبر ركع أركع رفع أرفع وهكذا ما جعل الإمام إلا ليؤتم به فلا أسبقه ولا أساويه ولا أخالفه نجد كثير من الناس يعني وهذه الصورة رأيتها كثيرا تجد الإمام يقرأ مثلا في الفاتحة وانتهى وقرأ الآية وانتهى وركع والمأموم يعني لا زال واقفا يقرأ هذه مخالفة وقد يكون الإمام راكعا والمأموم واقفا ويعتذر الإمام والإمام واقف والمأموم واقف لا حول ولا قوة إلا بالله فيضطر إلى أن يركع ويرفع مخالفة نعم. لا قراءة الإمام قراءة للمأموم نعم قرأ الإمام اسمع اسمع يعني استمع للقراءة نعم انتهى تابعه دائما أيضا فضيلة الشيخ نجد كثير من الكبار والصغار حينما ينتهي الإمام في الصلاة الجهرية من قراءة الفاتحة نجده يعني إذا بدأ الإمام في قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة يرتفع صوته بقراءة الفاتحة مرة أخرى يعني أظن أن هناك يعني بعض الإرشادات والتوجيهات التي يجب أن أحسنت والله يعني هذه كلمات والله كلمات طيبة جدا وأسئلة فعلا نحتاجها جميعا يعني سمعت يعني أشياء كثيرة تحدث في يعني سبحان الله في هذا الصدد يعني بعض الناس مثلا على سبيل المثال يصلي الصلاة السرية كأنه يجهر بالفاتحة فتخيل الطفل الصغير سيتبع ماذا يسمع لو سمع الوالد سيقلد نعم فتصبح الصلاة كأنها كلها جهرية وهذه مخالفات ما جعلت الجهرية إلا جهرية والسرية إلا سرية فيعني عفوا ربنا يحفظك هذه يعني لفتة طيبة جدا أن نتبع ولا نبتدع عندما نصلي الظهر والعصر سرية الفجر والمغرب والعشاء جهرية منفردا أو مؤتما هذا كثير من الناس يصلي العصر مثلا فتسمعه يقرأ الفاتحة كأنها جهرا سبحان الله أنت فاهم طب ما بالك بالصغير الذي يسمعنا الآن هو الصغير هو الأساس لأنه سيتعلم من الكبير وتصبح سنة بينهم بالضبط لذلك لا يرتفع الصوت إلا للإمام بالقراءة والتكبير وأيضا كثير من الناس يعني حتى يدرك الركعة يلقي مفاتيح على الأرض يحدث صوتا نعم يعني نعم يكبر نعم التكبير بصوت مرتفع ممكن يقول يعني يوازي الإمام يساويه في مستوى الصوت في ارتفاعه نعم أو يقل قليلا ولكن تجد صوتا يعني من الممكن أن يعيق المصلين الآخرين أو الإمام صحيح نفسه صحيح وقد ينسى الإمام لا إله إلا الله يعني قراءة المأموم جهريا بصوت ينسي الإمام سيلتفت إلى ذلك نعم الأمر يعني وكذلك أيضا بعض الناس يكبر بصوت عالي خلف الإمام فيظن بعض الناس أن هذا الصوت صوت الإمام فيحدث خللا سبحان الله فلذلك الله أكبر اسمع نفسي فقط لو أنت وحدك في بيتك افعل ما تريد
لكن التزمت بالجماعة عليك بالجماعة، اتباع الجماعة. نعم. نعم. وما جعل الإمام إلا ليؤتم به، لا نسمع إلا صوت الإمام. بعض الناس يأتي خلف الإمام، يعني قد يكون في الصف الأخير، تخيل لو أنه راكعا أو ساجدا الإمام وكبر هذا المتأخر وقال الله أكبر، سيرفع رأسه، كل الناس ترفع رأسه، سبحان الله، أحد نسى خللا، لكن الله أكبر، أسمع نفسي. هذا أدب، أدب وتواضع، أنه يحترم القائد، وسكينة، المسجد نعم، سكينة، نعم، أيضا، والصلاة نعم، سكينة، نعم، وكما قلنا أنها تربية، يعني نعم، ليست هكذا، الصلاة كلها تربية، يعني ليست نعم، حركات نؤديها، لا 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 والله، والله ما هي حركات نؤديها، لكنها أحسنتم، يعني شيء يؤصل فينا الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، وأن ننكسر ونزل أنفسنا لله تبارك وتعالى. نعم. جزاكم الله كل خير. في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ أبو بكر خالد إسماعيل العمارة، يعني هو من الرجال المحترمين الذين نشرف بهم وبصحبتهم، جزاه الله عنا كل خير، ونفع الله به وزاده علما وخلقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.